السلام عليكم مولاي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهم محبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل الموتى يسمعون؟ الموتى يسمعون بعد جمع الأدلة في هذا الباب يتبين لي والله أعلم أنهم عقيب الوفاة وعند السؤال وردت أدلة تفيد أنهم يسمعون، بعد ذلك لا سمع. دل على ذلك ما يلي: قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الذي ينفي بصفة عامة: وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. أما الاستثناء فلأن النبي وقف على عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وهم يلقون في القليب قليب بدر، فناداهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: تنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم. ثالثا أن عمرو بن العاص قال لأهله كما في صحيح مسلم: إذا أنا مت فاجلسوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. رابعا أن أنبياء الله عدد منهم كصالح عليه السلام وهود عليه السلام قال لقومه: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ ونحو هذا والله أعلم.